che serrato che oggi è. شوف الواحد بيزان شوف. هذا هو الفيديو اللي نشره معالي المستشار تركي الشيخ على صفحته بتويتر مبارح. بيظهر فيه البطل العالمي بلعبة الفيفا مساعد الدوسري واليوتيوبر الشهير بندريتا. بيتوعدوا لبعض قبل جيم الفيفا 22 اللي جمعتهم مبارح بإطار مهرجان رش بموسم الرياض، وفاز فيها مساعد بمبلغ 100,000 ريال سعودي. طبعا فيكم تتخيلوا التفاعل الكبير اللي صار على هالفيديو خاصة من عشاق الجيم، واللي صار محقق حوالي 222 ألف مشاهدة بأقل من 24 ساعة. لهيك نحن اخترنا يكون تريند اوف ذا داي. اكيد طبعا، ومهرجان رش اللي سبق وقلنا لكم عنه انه احد ابرز واضخم مهرجان الالعاب الالكترونيه اقليميا، انطلق في الويك اند يوم الجمعه وسط اجواء حماسيه وتنافسيه، وهيستمر اليوم 26 اكتوبر، وبيضم مجموعه كبيره من اهم الجيمرز والكونتنت كريترز في العالم العربي زي بندريتا ومساعد الدوسري اللي طبعا قابلناهم قبل المباراه وكان كل واحد منهم واثق من فوزه. والله الموسم صراحة بدايته مرة قوية، وفعالية رش واحدة من أفضل الفعاليات للجيمرز والرسامين والأوتاكو، ما شاء الله جمعوهم كلهم في مكان واحد ومكان كبير مرة رهيب. يعني نقول إن شاء الله إنه الفوز لي بطريقة يعني شرعية أو لا، ما لي دخل، أهم شيء إني أفوز. بالنسبة للفعالية هو تحدي، أول شخص يفوز علي له 100,000 وإن شاء الله إني بحافظ عليها. وبالرغم من إن الاثنين كانوا واثقين من فوزهم بلعبة الفيفا، إلا إن المواجهة انتهت لصالح بطل العالم مساعد الدوسري بنتيجة 4-5. وحضر عدد كبير من اليوتيوبرز والمؤثرين والكونتنت كرييترز، منهم خالد الشمري قائد فريق 25 اللي يبدو ان المنافسه معاه هتكون صعبه. 25 سبورت نادي عريق، والجمهور الموجود هنا كلهم يحبون 25، وانا كرئيس النادي مستمتع جدا في الحضور. 25 هذه النجمه ايش معناتها؟ بطل كاس العالم فيفا على مستوى شمال افريقيا واسيا، ف اعتبر ان المنافسه حتكون ممتعه ونتمناها تكون ل 25 سبورت. 25 قليلين الكلام لكن كثيرين الفعل. 25 الحمد لله احنا ما نتكلم عن انفسنا، ارقام نتكلم عننا، بس الحمد لله احنا في وقت يصير قدرنا نثبت انفسنا ونحط رجل في هذه المنظمات بين المنظمات هذه كلها، والحمد لله ان قدرنا نصنع شيء ما حد صنعه. هم كلهم اخواننا حبايبنا، لكن احنا جايين نكوس هنا. ويعتبر رش من أهم وأضخم المهرجانات التنافسية اللي بتضم الكثير من الألعاب الإلكترونية المنتشرة بشكل كبير في العالم زي مورتال كومبات، كاونتر سترايك، ببجي، فيفا 2022 وغيرهم. اللي حاصل الآن شيء جبار، شيء خيال، كمية محبة، كمية شغف، كمية ناس هنا جاية تبغى تقابل ناس تحبها. شكرا هيئة الترفيه، شكرا موسم الرياض، شكرا الاتحاد السعودي للرياضة الإلكترونية، أسعدتوا الناس هذه كلها وأسعدتونا حنا. جايك من معرض A3 في أمريكا جيمز كام في ألمانيا، أنا أقول لك هذا الشيء ينافس، والله ما أبالغ، الشيء هذا ينافس المعارض اللي برا. قبل سنوات كثيرة كانوا يعني كل من في عالم الجيمينج من صناع محتوى ومحترفين كانوا يحلمون بهذه اللحظة، فبدعم من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين ومعالي المستشار تركي آل الشيخ أتاحوا لنا هذه الفرصة، شكرا بحجم السماء. وبإذن الله أنه اللاعبين أو في عالم الجيمينج كمحترفين راح تشوفون اسماءهم ان شاء الله فوق بعد الدعم السخي هذا. هيئه الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ قاعد يسوي شيء كبير للجيمرز، وانت شايف ان الرياضات الالكترونيه في المملكه العربيه السعوديه قاعده تكبر بشكل كبير، وهذا الشيء الايجابي. زي الحين شايف الناس اللي جالسه هنا وقاعده تفرح بهذه اللحظه، فهذا يعتبر شيء كبير، وهذه البدايه ولسه باقي، حنكون اكبر باذن الله في الايام القادمه. وبعيداً عن المنافسات، اتضمن المهرجان فقرات غنائية موسيقية، أكروباتيك دانسينج، بريك دانسينج، بالإضافة لكاركتر الجيمز وغيرها من الفعاليات. واليوم صار التحدي الودي المنتظر بين البطل العالمي السابق عبد العزيز الشهري واليوتيوبر أحمد شو بجيم فيفا 22. وطبعاً الترفيه والتشويق والحماس مش بس في مهرجان رش، كمان هتلاقوهم في منطقة تانية اسمها The Combat Field، تم افتتاحها في الويك اند يوم السبت وبتضم 6 مناطق رئيسية هتستضيف 33 فعالية من بينها تجارب استثنائية وقتالات في عصور مختلفة. وبكرة الدخول لمنطقة الكومبت فيلد هيكون مجاني. أما اللي بيحبوا يقتنوا الأسلحة رح يقدروا يشتروا من مجموعة قطع محدودة وبأسعار منافسة، ورح يستلموا الرخصة مباشرة، هذا بحسب ما أعلن المستشار تركي آل الشيخ في تغريدته اللي نشرها امبارح. وفي كتير انفلونسرز راحوا اوريدي وجربوا الفيلد طبعا ولعبوا لعبه الرمايه، زي مثلا عز بن فهد اللي نشر فيديو لتجربته على تويتر وهو بيضرب النار على الصحون الطايره وعلق عليه مين يتحدى.
كمان في كتير انفلونسرز او مشاهير عم نشوفهم هاي السنه بفعاليات موسم الرياض. فقبل يومين لانا روز نشرت صورتها من WWE ماتش، وكنا خبرناكم عن تواجد ليلى وشهد عبد الله وطارق الحربي بافتتاح موسم الرياض، اللي كمان حضرته ناتالي فانج مع عائلتها وحمد قلم وبيبي عبد المحسن، حضرته برفقة البلوجر الكويتي طلال سام، وماجد العيسى كمان كان هنيك وهو اللي قدم فقرة افتتاح المسيرة بالسامري. وكمان النهاردة في موسم الرياض تم افتتاح منطقة المربع اللي بتضم مطاعم راقية جدا من مختلف دول العالم ومقاهي مختلفة، وهتستضيف أشهر طهات العالم لابتكار أشهى الأطباق. كمان طبعا زي ما كنتوا لو انتوا بتحبوا الأكل فهتلاقوا أحلى أكلات موجودة هناك، وتقدروا تزوروا المنطقة قريب جداً.